السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نعرض لكم اختبار لمادة الرياضيات للصف الرابع الفصل الدراسي الأول. في البداية اكتب رموز الأعداد في الجدول أدناها. عندنا في أول سؤال يعطونا رقم ونكتبه بالأرقام، طبعا يعطونا رقم كتابة ونحن نكتبه بالأرقام. هنا 130، فيكتب الطالب يكتب 130. مئتان وخمسة وستون، 265. 415، نكتب 415. أيضا هنا 800، فنكتب 800. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. أكمل الفراغات 200، 201، 202، 203، 204، 205. أيضا هنا 347، 348، 349، 350، 351، 352. الآن ننتقل للسؤال الثالث. ضع علامة صح داخل المربع المناسب. العدد 245 يتكون من 5 عشرات وأربع آحاد واثنان مئات. طبعا الإجابة خاطئة، 5 آحاد، 4 عشرات واثنان مئات. القيمة المكانية للرقم 6 هو 6. الإجابة صحيحة. الصيغة التحليلية للعدد، طبعا نحن نقوم بتحليل هذا العدد في البداية 9، بعد ذلك 80، بعد ذلك 400، فالإجابة صحيحة، نضع صح. هذه هي الورقة الأولى من الاختبار. الآن ننتقل للورقة الثانية. عندنا في الورقة الثانية أوجد ناتج العدد. طبعا في البداية يقوم الطالب بوضع هذه الطريقة لسهولة العد. 5 + 2 7، 9 + 0 9، وواحد زائد 2 3. هذه هي الإجابات. هنا لدينا 8 + 2 10، فنضع 0 ونرفع الواحد. هنا 1 2 3 4، فنكتب 4. الإجابة 40. الآن ننتقل إلى هنا. رتب الأعداد الآتية من الأصغر إلى الأكبر. ما العدد الأصغر؟ الأصغر 15، بعد ذلك 38، بعد ذلك 64، وأخيرا 100. الآن ننتقل إلى أكبر من وأصغر من في المكان المناسب. 68 أصغر من 98. هنا 4 آخر رقم، وهنا 4، وهنا 3، وهنا 5، فهذا هو الأكبر.
دائما نبدأ من آخر الرقم، في أكبر من وأصغر من، نبدأ في آخر الرقم. الآن نقوم بعملية الطرح. 4 ناقص 3 يعطينا 4، وتسعة ناقص 5 أيضا يعطينا 4. هنا 5 ناقص 2 يعطينا 3، وأربعة ناقص 0 يعطينا 4، وتسعة ناقص 2 يعطينا 7. هذه هي الإجابات في هذه أو في هذا السؤال. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. عملية الضرب، 5 ضرب 4 يعطينا 20، 8 ضرب 2 8 مرتين كم يعطينا؟ يعطينا 16، 15 3 مرات كم يعطينا؟ يعطينا 45. هذه هي الإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة.